يا الله، تحياتنا شباب، تحياتنا لكل متابعينا. عندنا وجبة بلاوة الأليفة للبيع، هذين ثلاثة أمهات ال55 وثلاثة أمهات ال65. عندنا ذني، هذا أول واحد، هذا مخلف أليف لكن الطير صبغ قوي بيه جاي يصبغ، فشوية الطير متخوف، يعني الطير شان يلاشي والله يعني ويطقة الإصبع يسوي، يرفع كفشه يرفع روحه. هسه أنا صوره لكم تغريدة مخرج يعني مقبول، مو صوافير، وهسه راح تسمعوه. ألافته ياكل من يد بس ما يطلع برا القفص، هذا ب55 بدون قفص. هاي لا هاي النثية، اي هاي النثية، هذا فحل، هذا فحل لساناته كلش حلوة وصحيحة، يطق جناح، خشونته حلوة، هذا ب55 بدون قفص، ايضا ياكل من يد بس ما يطلع برا القفص. هاي عندنا النثية، هاي النثية أليفة حلوة تطلع برا القفص، يعني مجرد تفتح لها باب القفص هي تطلع من قفصها وهي ترجع لقفصها. الطائرة طبعا نذب عليها فحل الزواف، زواف مال فحل، هسه راح تشوفوها بالفيديو. بس لو ما احنا متأكدين انه منها نثية ومبيضة، كان يعني عبرة فحل، لان يعني الشكل مالتها مال فحل، مزاوف مال فحل، بس هي نثية احنا متأكدين لان مبيضة، وتغريدها حلو وتطق جناح كلها صورتها، وهسه مصورها مقاطع اثنين هسه تشوفوها. هذا عندنا فحل أليف مخلف، لسانات حلوة كلش، هسه راح تسمعوه يطق جناح، صوته كلش قوي وبرواز بي قوي، هذا 65 بدون قفص. هسه عندنا ذن الثلاثة عن 55 بدون قفص، وهذن الثلاثة عن 65 بدون قفص. هذا واحد لساناته حلوة صحيحة مقبولة، هذا هم تخريج صحيح يعني مقبول، ما بيهن صوافير، ثلاثة ما بيهن صوافير، هم صوته حلو برواز بي قوي كلش، هذا وألافته هم حلوة. بس الطيور كلهن قفاص جديدة عليهن، والمكان شوية الطيور شوية تتأخر عندنا. وهذا شيء كلش راقي، صوته كلش قوي، هذا هسه هم راح يشوفوهم برواز قوي بي وبجناح، هسه هم كلهن أنا صورتهن راح أخليهن بهذا الفيديو أرقمهن لكم من 1 2 3 4 5 6. تحياتنا. شباب هذا مخلف مو كبير، فمرات بيخوفه ولين بيبعد ريشه ملح جاي يبدل، مرات يلاش يعني يطق جناح ويطقه الاصبع، مرات لا والله يقفل الطير. هسه هو يعني دا يحاول يلاش ويلي، بس شوي بيخوفه لينه جاي يصبغ، شوفوا والطير مخرج وكامل، بس بعده بدا يذب اللسانات كامله، شوفوا يعني من طق الاصبع رسم يفتر عليك يلاشي.